السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم معنا أغنية جميلة قديمة للفنان العراقي الكبير حميد منصور، أغنية يل داركم معمورة. ويلا نبدأ. أهلا فيكم مرة ثانية أصدقائي. إذن معنا أغنية للفنان حميد منصور، أغنية يل داركم معمورة. بداية الأغنية من على مقام الكرد، إيقاعها بيجي بالأساس بيجي مقسوم بطيء سريع، يعني سرعة 140 أكثر شوي، ولكن أنا رح أشتغل على إيقاع الربع لأنه هلا عم ينشغل هيك. تمام، على سرعة 82. إذن من على مقام الكرد أنا أخذها من علامة الري، رح انزل ثلاثة ترانسبوس ناقص ثلاثة لحتى اقدر اجيبها غناء معكم. ما بدنا نطول عليكم، اذا نبدا بالسولو. هاي علامات كورد الري. نبدا اذا بالاغنية على السرعة 82 ترانسبوس ناقص ثلاثة. تمام، ايقاع جنوبي او ربع. بفوت الغناء، نشرح السولو على أقل من مهلنا. نبدأ من الري، فيكن تعملوا هيك. أو تاخذوا علامة البيمول. نعيد على أقل من مهلنا. بتسلموا على الري او وهم تجي صح التسليمه. اذا ناخذ الغناء. يل داركم معموره، خافي على بيتكم نوره. يل داركم معموره، خافي على بيتكم نوره. تصعد شرفة داركم والدار عالي سورة، والبيت عالي سورة. هاي كان الغناء. تمام، ناخذكم غناء تاني. هلا صولو نفسه بينال، ناخذكم غناء من المقاطع اللي بقلب الاغنية. كل يوم اجيب هالشارع شايف ولا اني سامع. كل يوم اجيب هالشارع شايف ولا اني سامع. عجب اضواكم صافع والبيت طافي نوره، والبيت طافي نوره. اذا هذا كان غناء من المقطع الثاني. نبدا نشرح لكم الغناء عزف من عند يل داركم معموره. تمام، مقطع من بالنص. يا
هاي كانت إذن من على علامة الري. هلأ خلونا نغير العلامة بس نعمل الترانسبوز زيرو. هلأ صار ترانسبوز زيرو ونأخذها من علامة ال أخذناها من الري أخذها من الله. تمام نأخذها من الله سولو. نعيدوا على مهلنا. هون تسليم بيصير على نفس العلامة. تمام ناخدها من على الصول. هذا سولو من على صول. ناخذ الغناء. عفوا ما عملنا غناء من على، نرجع بنعمله بعد شوي. هلا نعمل غناء من على الصول. ما عملنا ترانسبوز تحت زيرو، نعمله زيرو من عند للدار يلداركم معمورة. ناخذ الغناء الثاني من الصول. تمام ناخذ غناء من علا. طبعا الغناء نفس الموسيقى، فيكم تشتغلوها نفس باقي مقاطع الأغنية. هذا كان كل شيء شباب. إذن هلا بعزفتكم يا عزف عادي ونقفل معكم الفيديو. كان معكم خالد جنيد من قناة الخاصة، ما تنسوا تعطونا لايك إذا عجبكم. تحياتي الحارة لكم والسلام عليكم.